اخليك ازاي تقدر تستقبل القمر يوتلسات 3 شرق او قمر الفيدات 3-1 شرق اللي احنا عارفينه قمر الفيدات او القمر اللي بيزيع لينا، بلاش نقول عشان ما ناخدش حظر من اليوتيوب، عشان خاطر عيون مشتركين قناة طبعا على اليوتيوب قناة فنانسات. في بعض الاشخاص او بعض المشتركين طلب مني اللي يا سيد احنا عايزين نستقبل قناة طبعا او القمر يوتلسات 3 شرق. انا هخليك بطريقة سهلة وبسيطة كما تعودتوا معايا هنا في القناة تستقبل القمر. القمر سهل جدا 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 جدا، احنا هنمشي بدليل. ايه هو الدليل؟ هنبدأ الاول بالقمر نايلسات، وبعد كده هنبدأ بالقمر البلغاري، وبعد كده القمر يوتلسات 3. هتقولي ليه اللفة دي؟ دي مش لفة ولا حاجة، عشان خاطر القمر يوتلسات 3 شرق على طبق متر ضعيف شوية، مش هتقدر تستقبله خالص نهائيا. انا ممكن استقبل لك القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة، بس انت مش هتقدر تستقبله يا صديقي. الاول لازم تصلي على رسول الله، وما تنساش تشترك في القناة، عشان انا بتعب جدا والله عشان خاطر عيونك، وبشرح لك بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انت شايف في الصورة قدامك دي كده قناة المجد، طبعا جايبة معايا 92% او مش شرط اي اشارة. الاول يا صديقي القطعة بتاعتك هتخليها زي ما هي كده، زي ما هي كده، ما تخليهاش عدل. اهم حاجة تجيب معاك اشارة المجد، وبعد ما تجيب معاك اشارة المجد احنا هنرفع 10 سنتي لفوق، هنرفع 10 سنتي لفوق، وبعد كده 10 سنتي شمال ايدك. طبعا احنا عارفين ان البلغاري على شمال النايل سات. الاول يا صديقي هنجيب مع بعض طبعا قمر البلغاري لدوسات، نجيب كده القمر بلغاري 1-9 شرق. هتيجي معانا طبعا قناة التي في 1H، نكبر كده الاشارة. هتيجي معانا على التردد اللي هو 12304، القطبية H او افقي معدل ترميز 30000. هي القناة اسمها التي في 1HD، تردد القناة ده قوي شوية. هنرفع يا صديقي 10 سنتي لفوق و10 سنتي شمال ايدك، احنا بنمشي خطوة خطوة. لو انت استقبلت البلغاري اعتبر نفسك رسميا استقبلت القمر يوتلسات 3 شرق على طول. انا ان شاء الله في خطوة واحدة هتشوف دلوقتي وهأكد لك. هنرفع كده 10 سنتي لفوق زي ما انت شايف كده، كده رفعت 10 سنتي، انا كده رفعت 10 سنتي. هنتحرك بقى 10 سنتي بس بالراحة شوية عشان انت لسه بتتعلم. بصوا يا شباب هنحرك كده لحد ما تجيب معاك اشارة اهو. بصوا يا شباب خطوة خطوة واحدة بفضل الله، خطوة واحدة واحدة جابت معايا اشارة زي ما انت شايف 92%. يعني انا ما عملتش اي حاجة خالص. 10 سنتي لفوق 10 سنتي شمال ايدك جابت معايا بصوا اشارة وانا بقلب. بصوا كده وركز، دي قناة طبعا، دي قناة بقى البي ان تي 4 اهي، طبعا جايبة معايا اشارة جيدة 82% برضو. ودي قنوات طبعا ماكس اللي احنا عارفينها اهي، جايبة معايا اشارة 86، وممكن اعلي بس انا مش عايز اعلي، انا مش لازم اعلي. اهم حاجة عندنا القمر، اجى معايا القمر البلغاري طبعا على الاشارة او التردد ده. بص يا صديقي انا لو دخلت دلوقتي على القمر يوتلسات 3 شرق هتلاقي اجى معايا، بس انت ممكن تلاقيه ضعيف شوية. طب ايه الحل؟ وانا واقف على القمر ممكن احرك سنة شمال سنة بسيطة، بس انا مش عامل الحركة دي. هجيب دلوقتي القمر يوتلسات 3 شرق اهي، نجيب كده قناة المغرب ال 24 المغربية اهي، الام 24 المغرب، نكبر الاشارة، ما جاتش اشارة خالص. طب ايه الحل؟ تلمس لمسة بسيطة، ولا ترفع لفوق ولا تنزل لتحت، هتحرك سنة جاية على التردد اللي هو 11650، القطبية افقي او اتش معدل ترميز 19000 او 1903. بص بقى هتحرك سنة شمال، يا دوب لمسة صغيرة، اكنك بتزق عيل صغير. بص بقى اهي، بص اهي لمسة صغيرة خالص اهي، شايفين الاشارة؟ شايفين الاشارة جت معايا ازاي؟ اهو انا ما عملتش حاجة. اما انا لو خدتها لك من النايل سات على الـ على الـ على الـ على الـ على القمر ده، انا بقول لك لو قعدت اليوم كله والله ما هتقدر تستقبل القمر ده على 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 طبق متر. لازم الطريقه اللي انا قلت لك عليها ده، ومش هتلاقي طريقه اسهل. بص الاشاره طبعا راحت عشان الطبق نزل، بصوا اهي طبعا اهي. بصوا يا شباب طبعا الاشاره اهي، الاشاره جايبه معايا ازاي؟ زي ما انت شايف بفضل الله جايبه معايا 91%. دي اشاره القمر يوتلسات 3 شرق. هقول لك دلوقتي
واحكي لك دلوقتي اقول لك هتستقبل الفيدات ازاي. انا بقول لك والله لو قعدت اليوم كله مش هتقدر تستقبل القمر ده لو جيت مباشره. يعني انا مثلا لو جيت اركب القمر على طول، لو جبت طبق جديد او طبق عندي مش راكب وعايز اركب على طول مباشره، افضل اقعد اليوم كله واجي يمين واجي شمال، بتفضل تبص لمؤاخذه هترقص، هتفضل ترقص للصبح مش هتجيب القمر ده. هي جت معايا لازم تمشي خطوات، تبدا النايل سات 7 غرب تجيب قناه المجد وهستقبلها. اي اشاره، انا بعلم اي فني بيتفرج عليا او اي حد الاول مره بيتفرج او لسه اول مره يركب طبق، احنا بنبدا دايما الشغل بتاعنا خطوات. ما ينفعش انت لو عندك سلالم او لو طالع الدور الثاني، ما ينفعش من اول سلمه هتلاقيني رحت طالع على طول لفوق هتلاقيني وقعت. لازم ابدا سنه سنه عشان اعرف اطلع. ببدا الاول بالنايل سات، وبعد كده بجيب البلغاري، وبعد كده بجيب اليوتل سات 3. هتقول لي طب انا ليه البلغاري اجيبه؟ عشان تردده قوي، عشان تردده اهي. طبعا دي قناة، طبعا ده القمر اهو، طبعا انا ما ثبتوش، انا طبعا جايبه معاك على طول اهو زي ما انت شايف. طبعا اهي انا عايز اوريك بس الحركة اهي. طبعا اجا معايا، بصوا بصوا راح مني ازاي، بصوا راح مني ازاي، راح مني. ليه راح مني؟ عشان انا طبعا مش هعرف لو اقعد اليوم كله اهو، بصوا لو اقعد اليوم كله مش هقدر اجيبه، مش هقدر اجيبه. ليه؟ اني عشان خاطر انا طبعا التردد ده بيجي بعد فترة، ما بيجيش على طول، يعني وانا بحرك الطبق ما بيجيش. طب ايه الحل؟ انا بوريك بس قدامك العيوب والمميزات، انا استقبله ازاي. الحل انا مش هقدر استقبله، ارجع تلع البلغاري اهو، ارجع تلع البلغاري، استقبل البلغاري الاول اهو، اشوف فين اتجاه البلغاري اهو، اتجاه البلغاري فين، نشوف اتجاهه فين اهو. طبعا استقبل، لازم استقبل البلغاري الاول اهو، لازم استقبل البلغاري عشان انا ضيعت الاشاره بتاعتي اهي، انا كانت في ايديا وانا ضيعتها، يبقى العيب مني انا اهي اهي. طبعا انا لازم اجيب الاشاره اهي زي ما انت شايف. بصوا يا شباب، قعدت انا معاكم فتره قدين عشان انا ضيعت الاشاره اصلا من البدايه. دي كده اشاره القمر البلغاري. تعالى بقى نستقبل كده اليوتل سات 3 زي ما علمتك ووريتك. طبعا انا بس حابب اوريك قدامك كل حاجه من غير مقطع اهو. جت معايا اشاره على طول، يعني انا جاي بستقبل البلغاري وبستقبل القمر يوتل سات اهو. هنحرك بقى سنه شمال، سنه صغيره بس، سنه صغيره بس، سنه صغيره بس اهي، سنه صغيره صغيره اهي. زي ما انت شايف استقبلت معايا، جت معايا اشاره 90. عرفت بقى ليه انا بستقبل البلغاري وبعد كده باجي بستقبل يوتل سات 3؟ خلاص بقى ما اتكلمش كتير، خلاص اتكلمنا في النقطه دي. هنيجي بقى في النقطه الثانيه، عايزين نعلي الاشاره. هنعلي الاشاره ازاي؟ هنكبر كده الاشاره، معانا تكايه او تكيتين اهي. طبعا انت طبعا حضرتك بتثبت طبعا المسامير بتاعتك، بس انا مش عايز اثبت المسامير عشان بس الوقت. هتحرك العدسه دي كده شويه تشوف الاشاره تعلى معاك ولا لا اهو، تشوف كده، نشوف كده. تحرك كده الطبق من هنا، لا نحرك الطبق من الناحيه الثانيه، لا نحرك كده سنه، لا هي جايبه معايا خلاص 91% اهي. بصوا الاشارة يا شباب بتيجي ازاي، بتيجي بعد صعوبة، بتيجي بعد يعني حاجة رهيبة بصراحة. اشارة اليوتل سات 3 ده على القمر اللي هو متر، بصوا 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 الاشارة راحت مني ازاي وجت مني اهي تاني اهي، شايفين اهي. بصوا يا شباب بتروح وبتيجي، بتروح وبتيجي، هي دي الاشارة اهي اهي. طبعا لازم انزل كده واطلع سنه صغيره اهي، بصوا بتروح وتيجي ازاي يا شباب، يعني اشاره بتروح وتيجي اهي. انا استقبلت اشاره 91%. طب نشوف بقى ايه باقي الاشارات. نجيب كده القناه الثانيه ديت اللي اسمها التو ام دي اهي، جمع معايا اشاره قليله شويه طبعا هنعليها. نشوف كده القناه دي جايبه معايا ايه، دي قناه الرابعه يا شباب اهي، قناه الرابعه طبعا احنا عارفينها، جايبه معايا طبعا اشاره 38%. لازم إشارة الرابعة دي تجيب معاك 55% 60% أو 55%. ليه؟ عشان تقدر تستقبل الفيدان. طب إيه الحل وأنا على طبق متر؟ أولا لازم الطبق بتاعك يكون كويس،
ثانيا لازم القطعة بتاعتك تكون كويسة، مثلا زي قطعة نوفا او ستار نت او القطعة اللي هي ايه المعدل بتاعها كويس. ثالثا يكون انت حضرتك طبعا التغطية عندك تكون كويسة، ما تجيبش محافظة القاهرة زي اسكندرية زي بورسعيد زي اسماعيلية زي بني سويف زي اسيوط خالص، كل ده بيفرق معاك. لا تريح نفسك وتروح جايب اقل طبق. نصيحة مني ليك لو عايز تستقبل الفيدات يكون طبق 120 سنتي عشان خاطر تقدر تستقبل الفيدات. من الاخر انا بجيب لك خلاصة الموضوع، ما صدقش اي حد يجي يقول لك كذا وكذا وكذا، تلاقيه بيجيب لك اشارات تانية خالص انت مش شايف حاجة، كلها صور. انا زي ما انت شايف دي كده اهم حاجة انا استقبلت لك وجايب لك تردد او القمر يوتلسات 3 شرق واستقبلته لك اهو زي ما انت شايف بفضل الله على القناة بالتردد اللي انت شايفها دي. يا رب يكون انا وضحت لك. عشان تتأكد ان انا صح عايز ارجع على النايل سات، هتلاقيني رجعت نزلت 10، نزلت بقى مش طلعت، نزلت 10 ورحت محرك يمين ايدي، المره فات حركت شمال ايدي، لا يمين ايدي عشان اروح النايل سات. هجيب كده اروح كده اجيب النايل سات اهي، بصوا بقى انزل 10 سنتي، بصوا يا شباب انزل 10 سنتي اهو واحرك 10 سنتي، بصوا اهو شايفين يا شباب اهي زي ما انت شايف اهي دي كده العشرة في العشرة اهي زي ما انت شايف. انا كده استقبلت قناة المجد بفضل الله واستقبلت القمر نايلسات بسهولة، يعني 10 سنتي و10، يعني انا دلوقتي لو عايز اروح على القمر تاني البرغالي اروح 10 اليوتلسات 3 10 في 10 كده هتكون انا استقبلت القمر. يا رب يكون الشرح وصل لك، يا رب يكون انا وضحت لك كل حاجة. بص يا صديقي اقول لك كلمة واحدة، سيد ماهر طول ما هو في ظهرك انت مش هتلف كتير. وبقول لك اسهل حاجه ممكنه، لو انت محتاج اي قمر مش قادر تركبه ابعت لي وانا عشان خاطر عيونك هعمل لك الفيديو اللي انت عايزه. كنت مع سيد ماهر من قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.